حلو جدا ان احنا كمان نبدا من الكونسبت ده او المنظور ده في فكره ربط الثقافه بالمكمل الغذائي، ان هو نوع من انواع الايه الرفاهيه، الحاجه اللي هي الكيوت، مع ان الموضوع ملوش اي علاقه بالكيوتنس، يعني الموضوع اساس وطب وللاسف الشديد كمان لو فيتامين او اتنين من الجسم نقص او نقص بشكل شديد، ده ممكن يؤدي لمشاكل صعبة جدا. طبعا الموضوع او دي الصورة بقى الحقيقية اللي البعض غايبة عنه. طبعا صح. أهمية الفيتامينات والمعادن دي ليها أهمية كبرى لجسم الإنسان ولصحة الإنسان الجسدية والنفسية، مش بس الجسدية. أهمية الفيتامينز لرفع المناعة رقم واحد، لرفع التمثيل الغذائي، وهنتكلم يعني إيه تمثيل غذائي، رقم اتنين، لصحة الشعر والبشرة رقم تلاتة، ولدعم النشاط وعدم الكسل رقم أربعة. فما فيش حاجة اسمها يا نهاوند ان انا اخد فيتامين او ما اخدش. الفيتامينز مهمة جدا، ولو احنا عملنا تيست فيتامينز هنلاقي كلنا عندنا نقص في الفيتامينز اصلا بقى. طبعا بقول اوكي لو احنا اكلنا صحي مش محتاجين سبلمنت من بره، بس ما حدش فينا بيقدر ياخد الكمية الكافية من الفيتامينز من الاكل، وبالذات فيتامين د مثلا. فيتامين د مش موجود في الاكلات خالص، ممكن يبقى في بعض الاسماك زي البسارية، بيقول لك بسارية حلوه جدا للكالسيوم، البسارية او بسارية الصغننه دي، لكن مش الريتسا بقى، لا مش الريتسا، عشان اتسممت من الريتسا في الويكند. ففيتامين د ما بناخدوش غير بسبلمنت او من اشعه الشمس، وبقيه الفيتامينات صعبه ان انا اعرف اكلها من الاكل الصحي، فلا غنى عن الانتيك للفيتامينز والمينرالز ديلي يوز. ده شيء يعني اساسي وملوش اي علاقه بالرفاهيه، وده كلام علمي بتكلم فيه دكتور دينا. طيب خلينا نبدا واحده واحده كده. لما يجي شخص عادي يقول لك انا حاسس ان انا كويس، ما عنديش اي مشكله، انا عندي نشاط، ما عنديش كسل، وشي كويس، بشرتي كويسه، خلاص يبقى انا مش مضطر ان انا اخد مكمل غذائي. هل الكلام ده سليم؟ بيبقى اكيد من اعراض نقص الفيتامينز البشره الشحبه، الشعر اللي بيتساقط، الضوافر اللي بتتكسر، الكسل، الخمول، كل الحاجات دي بتبقى من أعراض نقص الفيتامينز. لكن لو هو عمل تيست الفيتامينز لقى أن في نقص ياخد، لو لقى أن هو طول الوقت بيعرف ياكل اكل صحي خلاص ما عنديش وده مشكلة. نادر الحدوث في الثقافه عندنا بتهيألي، لان احنا اكلنا أيوة. طبيعه حياتنا مش كده خالص. صح. وبالذات احنا كمصريين عندنا يعني هوس بالاكل المسبك والحاجات دي، ومش كل يوم نعرف ناكل الياف بالزبط. والخضار يقول لك ده اكل المرضى. ايوه انا والله جوزي يقول لي كده، اجيب له سلطه وفراخ مسلوقه، يقول لي هو انا قاعد في مستشفى؟ ده الكونسبت. فين الفته وفين الحاجات دي؟ ده كونسبت عندنا فعلا. فلازم ان احنا نعوض الكلام ده بالفيتامينات والمعادن المصرحه من وزاره الصحه. صح. احنا بنقيس مدى سعادتنا او سعاده ولادنا او مدى صحتنا بالتخن كمان. تقول لك بص بنتي راجعه من السفر ازاي، او من شهر العسل عدمانه، ولا مش عارفه بيقولوا ايه، بتقيس السعاده او الصحه بكده، شوف ابني مش عارف ايه. يعني عندنا مشكله فعلا في تغيير الثقافه، وده بالتالي بيلقي عبء كبير قوي عليكم كاخصائيين في هذا المجال، ان انتوا تغيروا الثقافه وبتبتدوا تقنعوا الناس ان يا جماعه الموضوع بالعكس، مش معنى انك تخين ان انت كده سليم صحيا، او مش معنى ان انت في زياده في الوزن يبقى انت كده شخص يعني جسمك كويس او صحتك. هنتكلم على موضوع زياده في الوزن دي كارثه. ده زياده في ده الوزن ده ممكن يكون في نقص فيتامين زي مخليها كده اصلا. طبعا وبالذات بقى انا بالنسبه لي جريمه لما الاقي اطفال عندهم سمنه مفرطه. يعني وقتها لما بتقولي لي الام تقول لك ايه ده بنتي ردت كده، جسمها ردت ووشها ردت، لا لازم نعرف ان زياده في الوزن ليها مخاطر كبرى. انا مش هحس بيها دلوقتي، لو ما لميتش نفسي في الاكل هيجي لي سكر، هيجي لي ضغط، هيجي لي مقاومه انسولين، هيجي لي كوليسترول، هيجي لي دهون ثلاثيه. بالظبط. لا طبعا يا نهاوند، لازم يبقى عندنا الكونسبت والثقافه ان التخن ده مش حاجه لطيفه خالص يعني. طيب